الزميله هي اللي بنت الزميله سعيده شهير، هي اللي طفله سلمى حركات نالت البكالوريا بمعدل 17.78 على في الوطني. كانت صحفيه ديالنا في مؤسسه الايام. تفضلي. طبعا الجائزه الاولى تتكون بابا غادي يلتحق، الاسره غادي تلتحق. تطلب من الاب الكريم سي شهير انه سي حركات انه يكون معنا. الجائزه الاولى تتكون 5000 درهم سلسله الكترونيه وجائزه ماليه. الاعمال الاجتماعيه اللي كتعطي هذه المبادره لجميع الصحفيين والصحفيات واكيد المستخدمين والمستخدمين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. معي الأستاذة حنان رحاب عمود فقري في الصحافة الوطنية. مشاهدينا الكرام، أنا لا أبالغ في الكلام، حنان رحاب لها مسار سياسي كبير، لها دور في الصحافة سنين طوال. رحاب الشاغل ديالها بشكل كبير هو ضخ دماء جديدة للصحفيين ذكورا وإناث في الشق الإنساني الاجتماعي والدفاع كذلك في القانون ديال الصحافة. جمعية الصحافة المكتوبة هي الآن الرئيسة ديالها، تهدف في الشق الاجتماعي لمجموعة من الأمور من أجل إسعاد صحفيين والمساهمة في ضخ دماء جديدة في هذه المهنة التي تعتبر مهنة المتاعب. مشاهدينا الكرام، غادي نبدأ نعرف شكون هي حنان الناس اللي ما عرفوهاش، وكذلك غنشوف مع جوهر الموضوع. أستاذة حنان، لنا الشرف أن أتواصل معك اليوم في هذا الموضوع. إذا كان ممكن، كامرأة مغربية عدد كبير من الناس اللي في المهنة تعرفوا حنان، نبدة بسيطة من عندك ونشوف معك الشق الاجتماعي اللي كتضحي فيه بشكل كبير من أجل إسعاد الصحفيين والصحفيات. واش نقول لكم؟ أنا واحد هذولا بقوت أنا سنه صحفيه تنشتغل في جريده الاحداث المغربيه منذ مارس 2004 بشكل رسمي، بنت النقابه الوطنيه الصحافه المغربيه، من المؤسسين ديال جمعيه الاعمال الاجتماعيه الصحفيه الصحافه المكتوبه. اليوم انا رئيسه هذه الجمعيه، زميلتكم، اختكم، صاحبتكم، صديقتكم، خالتكم، كل واحد كيفاش يشوفني بالسن ديالو بكذا. هذا واحد الخدمة، واحد العمل ديالنا كاملين تنشغلوا فيه، كاملين كل واحد فينا تيعطي فيه اللي قدر عليه واللي تيبان له في الصالح العام. طبعا تنشتغلوا في اطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية على تحسين القوانين وعلى تغييرها وعلى الدفاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والصحفيات والعاملين والعاملات في القطاع. وايضا تنشغلوا في جمعية الاعمال الاجتماعية على تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية والتنشيطية للصحفيين والصحفيات والمستخدمين والمستخدمات في القطاع ديال الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والالكتروني. قبل إذا كان ممكن وصدق بنمشي معك للشق الاجتماعي، غنشوف معك واحد المسألة كتعلق شيئا ما بالهيستوريك بالتاريخ ديالك. كنتي برلمانية في واحد التوقيت وكتدافعي بقوة على القانون ديال الصحافة وطبيعة الحال باش في الإجال اللي عندكم ديال القوانين في الإكراهات اللي كيعانيو منها الصحفيين والصحفيات في المغرب. بين هاد الحقبة الزمنية اللي فاتت مع الآن، واش كاين شي تطور بحكم التجربة ديالك في هذا المجال؟ اليوم التطور اللي خصو يكون هو اننا خصنا نجدوا ذوك القوانين ونحطوهم بين يدينا ونعاودوا نراجعوهم كاملين، لانهم بينوا على انهم ما قدروش يحميوا المهنه والمهنيين، وما قدروش على انهم يستوعبوا الاعداد الكبيره من الزملاء والزميلات اللي التحقوا بالمهنه. والمشرع انذاك لم يستحضر على ان هذه المهنه هي مهنه عندها المعجبين بها وعندها المقبلين عليها، وبالتالي كاينين بزاف ديال الامور في داخل القانون اللي خصها التغيير. والممارسة الواقعية اليوم تتفرض علينا أن نغيروا بزاف الأمور، سواء في القانون المؤطر، القانون المنظم للصحافي المهني، ولا القانون المنظم للصحافة والنشر، ولا القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. المنظومة القانونية المرتبطة بالصحافة خصها التغيير وخصها التعدل. هذا في القانون. في الوضعية الاجتماعية تكفسات أكثر، لأنه هذا قطاع هش، قطاع اللي الزملاء والزميلات يمكن جزء كبير منهم ما تيتخلصش في الوقت ديالو، او لم تياخذ الاجر ديالو في الوقت ديالو. جزء كبير ما عندوش التغطيه الصحيه وما عندوش حمايه الاجتماعيه في زمن الدوله تتنادي به في الحمايه الاجتماعيه. انا تنعتقد على انه كاين مشكل كبير اجتماعي واقتصادي داخل هذا القطاع. والحاجه الوحيده اللي يمكن تعاوننا وتكون مدخل ديال الاصلاح ديال هذا القطاع هو انه قطاع راه منفتح، ما بقاش فيه غير 700 صحفي اللي عندهم البطاقه
لان في العهد فاش دار القانون ديال القوانين اللي دارت هاد القوانين دابا راه ما كانش عندنا، كان عندنا واحد العدد قليل ديال الصحفيين والصحفيات اللي عندهم البطاقه تيتجاوز 1200. اليوم راه عندنا 3000 وزياده تياخذوا البطاقه، وعندنا يمكن شي 3000 تيتسناو باش ياخذوا هذا العام، 3000 اخرى تاخذها، بمعنى انه راه هذا قطاع اصبح منفتح بزاف وتوسع النطاق ديالو. وايضا عدد العناوين ديال المؤسسات الصحفيه كبير كبير كبير، وكاينه فيه التعدديه وتوسعات التعدديه وهذا الشيء خصو يتخاد بعين الاعتبار. خاص اصلاح، خصنا جلسه جماعيه نجلسوا بكل تواضع مع بعضياتنا كاملين، سواء كنا كبار ولا صغار، كنا دوزنا في المهنه 20 عام ولا دوزنا فيها عامين وثلاث سنين، كنا جريده كبيره وجريده صغيره، نجلسوا نتفاهموا نتناقشوا ونلقاو واحد الحل اللي يمكن يحمي هذا القطاع ويحمي المهنه والمهنيين ويمكن يحسن من الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه للصحفيين والصحفيات. سؤال اخر عندي معك استاذه، واش كتشوفي كاين انسجام بين قطاع الصحافه مع مؤسسات اخرى ديال الدوله؟ وانت عدد كبير من الصحفيين، انا نضبط معك السؤال استاذ وانت عطيني الجواب. عدد كبير من الصحفيين والصحفيات تعرفوا استاذ حنان اللي كتلقى في الليل في النهار بعض الاشكاليات والاكراهات وضغوطات اللي كيتعرضوا لها بعض الصحفيين. طريقه التجاوب بين مؤسسات الصحافه في المغرب بصفه عامه مع المؤسسات ديال الدوله كالداخليه، واش كاين شي تفاعل؟ انا شنو تنقول؟ تنقول بان كاينه مشاكل، كاين واحد جزء، كاين مشاكل معينه مرتبطه بسوء التواصل اساسا، مرتبطه بان بعض المنتحلي الصفه تزعجوا القطاع بالتصرفات ديالهم، ومازال ما لقيناش لهم الحل القانوني ولا الحل الاخلاقي. ايضا مرتبطه بانه يمكن بعض المؤسسات مازال ما استوعبت شنو هو الدور ديال الاعلام في نقل المعلومة الصحيحة، في محاربة الأخبار الكاذبة، في إيصال المعلومة للمواطنين، في تأثير في الرأي العام، صناعة الرأي العام. ولكن بشكل عام كاين الحاجة للإعلام، قادر أنه يوصل المعلومة، قادر أنه يكون قريب من المواطنين والمواطنات، قادر أنه يوصل صوت الهامش ولا الهوامش للمسؤولين من خلال مجموعه من البرامج تقوموا بها، حتى نتوما تديروها في الموقع ديالكم وكذا. بمعنى كاين واحد الطفره مجتمعيه تتقول باننا نحن في حاجه الى اعلام قريب منا تتصنتنا وتوصل الصوت ديالنا. وتنقول بانه المراجعه الاخلاقيه والقانونيه اساسيه جدا لتحسين العلاقه ما بين الصحافه والمؤسسات. انت سميتيها سلطات عموميه، يمكن نسميو جزء منها سلطات عموميه، يمكن نسميوها سميت مؤسسات مثلا، لا وزارات، شركات، مؤسسات عموميه، شخصيه عامه، هذا هو اللي كاين. نعم، انا غنناقش معك بشقين، غنناقش معك الصحافه المكتوبه والصحافه الالكترونيه. نعم، هو الصحافه المكتوبه فيها الورقي والالكتروني، هذه مكتوبه على الورق وهذه مكتوبه على الشاشه بجوج. ناقشوا الساده المكتوبه وهذه الالكترونيه، واش كتشوفي بانه الراي العام يتابع الصحافه الالكترونيه بقوه لانها فيها سرعه؟ هذا شق، وهنا كيكون شيئا ما بعض انزلاق او افتقار شيئا ما الصحافه المكتوبه اللي هي الاساس. نعم، ديال القواعد. كيفاش كتشوفي بين هذه الحالتين اوصل؟ انا تنعتقد على انه المشكل فين كاين هو هذيك المساله ديال الخبر عاجل، سكوب، هادو كلهم تيخليو انه الصحفي اللي تيشتغل في الصحافه الرقميه تحت واحد الضغط كبير جدا من اجل الوصول الى المعلومه، من اجل التمييز، من اجل سبق الخبر، من اجل ان يكون عنده خبر عاجل ولا خبر سكوب وكذا وهذا، ويمكن تيخليه يطيح في بعض الاخطاء، هاد الاخطاء وداك الشيء عادي، هذا وارد، والاخطاء تصحح وقابله للتصحيح، اما بالاعتذار، اما بالتقويم، اما بالتعديل، اما بالسحب كذا، هذا ما كاينش مشكل. اليوم العالم كامل فيه الصحافه الرقميه، غيكذب عليك الكذاب اللي يقول لك بانه اليوم العالم بعيد بالعالم، هذه غير حاله مغربيه، هذه ماشي حاله مغربيه، هذه حاله عالميه ديال هناك طفره ديال الصحافه الرقميه. ولكن باش ممكن تميز الصحافه الرقميه الجاده عن الغير جاده شويه هي بالمهنيه، باحترام ميثاق اخلاقيه المهنه، باحترام الحياه الخاصه، باحترام حقوق الانسان، بي 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 هذوك، يعني كلها المرتبطه ب ما يخلق العمل الصحفي. هذه في الصحافه الرقميه. الصحافه الورقيه شنو الدور ديالها اليوم؟ هو دير الصحافه المتانيه، بمعنى انه يمكن لها
تعاود تاخذ الخبر اللي داز في الصحافه الرقميه وتعاود دير له التحليل وتمزجوا بالتصريحات وتمزجوا وتودي توسع فيه اكثر وكاشي، لان كاين مازال هناك جزء كبير من المواطنين يروق لهم حمل الجريده او المجله والقراءه على الورق، لانه هذيك القراءه على الورق تتوسع فيها الصحفي اكثر في المعلومه وتتوسع في التحليل ديالها وتتوسع في الحوار وغير ذلك، وتتسمح اننا نديروا اجنه صحفيه زعما الثقيله بحال الاستطلاع بحال الروبورتاج بحال التحقيق بحال الحوار بحال التحليل الاخباري الموسح وغير ذلك. دابا غنشوف معك الشق الاجتماعي، وانت المراه الحديديه في هذا المجال تدافعين بشتى الطرق المشروعه والقانونيه على الصحفيين كما قلتي. لا استاذه ما تتصداش، لا انا صريح مع الراي العام وعارفيني، انا تنقولها اذا كانت انسانه بهذا الحجم وبهذا القيمه وبهذا الوزن وبهذا التاريخ اللي عندك انت في المجال، اذا كان شي شخص يقول لنا العكس عكس هذا الكلام الاشاره باش نذكرك. كدافع للصحفيين والصحفيات الاشكاليات اللي كتتعلق ببعض المؤسسات ما تتخلصوش، هذا شق انساني اجتماعي. كذلك كتفكري لهم في التندروس، كتفكري في الصيف، خلق مراكز ديال الصياف. الان فين جالس انا معاك مبادره جميله للابناء، مجموعه من الصحفيين والصحفيات اللي توفقوا في السنه الدراسيه اللي تبارك الله وصلوا حسب طبيعه الحال الاقسام، يعني اللي في الابتدائي والاعدادي اللي وصل 17 18 19 وخلقتي لهم حفل كبير كما تبعوا معنا الراي العام شافوا في مقدمه الفيديو. الروح ديالك انسانيه واجتماعيه حنان، كيفاش كتواكبي؟ واش كتلقي اللي يساعدك ولا بقى حنان تضحي بالغالي والنفيس؟ هو المهم انا الحمد لله غادي نقول لك هادشي اللي قلت لك راه كاين. هو هذا تاريخ، هادشي راه كاين استاذ، هذه شهادتك انا ما شهاده الراي العام والتاريخ. شكرا. انا شنو بغيت نقول لك، انه في هذه الخدمه اللي تنديروا حنا كاينين واحد مجموعه من الناس بما فيهم انت، بما فيهم سعيده، بما فيهم اكثر من 3000 واحد منخرط ومنخرطه تنتعاونوا. انا يمكن هي الرئيسه ديال جمعيه الاعمال الاجتماعيه الصحفيه الصحافه المكتوبه، يمكن في الواجهه اكثر، لانه خصني نكون وخصني نشتغل وخصني نخدم وخصني نقلب على الموارد البشريه وخصني ننظم الانشطه ونتبعها ونتبع التنفيذ ديالها واجراءاتها ونقلب واش هذا مستفد ولا ماشي مستفد. وهذا الدور ديالنا، هذه جمعيه الاعمال الاجتماعيه، خصنا نديروا العمل الاجتماعي. والعمل الاجتماعي شنو هو؟ القرب. الو ولدتي مبروك الولاده، صيفط الطلب ديال منحه الولاله. الو الله يرحم من توفى والله يخلي لك اللي عزيز عليك، صيفط الطلب ديال منحه التعزيه ديالك موجوده. الو تزوجتي الله يكمل بخير وكذا، ولدك خصو يقرا اللغات، انت خصك تقرا اللغات. وكاينين بزاف الانشطه تنديروها، هذه سميتها جمعيه الاعمال الاجتماعيه. لولا المسانده والدعم اللي تلقاتو هذه الجمعيه ما كناش نطوروا بحال هكا وتشوف هذا اللقاء. وخدامين تدعمنا وزاره الاتصال وتدعمنا واحد السيد رجل تنقول فيه كلمه شهاده حق وشهاده ديال الشكر كبيره، هو السي فوزي القجع. فاش كان مدير الميزانيه وفاش اليوم هو الوزير المنتدب في الماليه في الاقتصاد والماليه، يعني وزاره الاتصال الوزراء ديال الاتصال كاملين اللي دازوا كلهم قدموا لنا الجمعيه ديالنا والاطر ديال وزاره الاتصال الكثير من الدعم والمسانده والمواكبه والتتبع وكل دي. وحتى هذا الشخص ديال فوزي القطاع ايضا تا هو ساعدنا وعاوننا، لان تيتيق في جمعيتنا وعاوننا وكل شيء. راه المنحه قليله ماشي كثيره، راه كاينه مؤسسه اعمال اجتماعيه اللي عندها 10 د المرات هاد المنحه اللي عندنا حنا، ولكن حنا بهذا الرقم استطعنا اننا مثلا نديروا تخيم 90 عائله في الاسبوع في هذا الصيف، يعني 90 عائله في اسبوع على مدى شهرين، يعني حسبها في 8 الاسابيع 90 الى كل اسبوع. استطعنا اننا اليوم نقدموا مثلا غير هذا نقدموا 18 جائزه ديال تفوق الاطفال الصحفيين والصحفيات. استطعنا اننا نديروا تنعطيو منحه ديال التقاعد اللي تساوي 10000 درهم للمتقاعدين والمتقاعدات من الصحفيين والصحفيات كل عام، تتوصل حتى ل 20 منحه في العام. ومنح الزواج، منح الولادات، التعزيه، منح مساعده الاطفال في ذوي اللي عندهم في وضعيه اعاقه، تنعطيهم 7500 درهم في العام مواكبه لهم، مواكبه ديالهم في التمدرس ديالهم. الصحفي والصحفيه اللي وقع له مشكل مع رب العمل وتطرد وتوقف من العمل ولجا للقضاء ولا لجا متجه شغل، تنديروا له واحد المنحه صغيره بسيطه ديال شهرين، تياخذ فيها واحد الدعم معين باش يقدر في ديك الشهرين يغيزيستي وياخذ الحوايج السريعه ديالو كلشي. ويمكن واحد المجموعه ديال الانشطه، وطبعا دعم اللغات للاطفال البنات المنخرطين والمنخرطات، دعم اللغات للصحفيين والصحفيات، مساعدات للصحفيين والصحفيات الا كان شي وضعيه اجتماعيه صعبه في المجال الطبي كذلك تنقوموا بها.
والصياف العائلي ومخيم الاطفال والرحلات وكل شيء داكشي، هذه سميتها الاعمال الاجتماعيه. شنو تتخص الاعمال الاجتماعيه؟ تيخصها الانصات، القرب والقدره على التضحيه. وحط كما تيقولوا المغاربه رجليك على الكرسي وجلس وخدم خدم خدم وسير جري 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 وخدم خدم خدم خدم. بمعنى خصك تنمي الموارد البشريه، توسع الفرشه توسع النطاق ديال الاستفاده وتقلب على الدعم. وانا تنقولها لك راه بكل وضوح وبكل شفافيه، هاد الشيء كامل فيه شنو؟ فيه ان الناس عندها لي رابور ديال العمل ديالنا، التقارير ديال والتقارير تمشي داكشي المجلس على الحسابات، عندنا لي رابور ديال الخدمه ديالنا، وكاين الثقه، كاين الثقه، كاين الثقه وكاين خدمه. وحنا هادشي ما بغيناش تبقى غير جمعيه الاعمال، بغيت تولي مؤسسه ديال الاعمال الاجتماعيه، تولي تعاضديه وكل شيء. وهذا وعاوننا بزاف، يعني عاونونا بزاف الناس اللي تيثقوا في الخدمه اللي تيقوموا بها، وتيثقوا في انه ما يمكنش الاعلام يتنمى ويتطور دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي للصحفيين والصحفيات. غادي نبقى معك استاذ هلا. مرحبا الا سمحتي. لا شكرا، ماذا قلت شكرا انت له. انا باغا نشكر المهدي، السي مهدي. اولا باغا نشكر يعني كلهم اللي دازوا، الخلفي سي الخلفي، الاسي العراج، عثمان فردوس، والمهدي بن سعيد دابا، وايضا سي فوزي القجع. نعم هنا قلتي لي واحد الكلمه بزاف المرات هي عاونونا. بحكم التجربه ديالك والوزن ديالك الثقيل في المجال، التاريخ كيشهد لك بهذا، لا فيما هو مهني ولا فيما هو انساني واجتماعي. ما كتشوفيش استاذ حنان انه الصحافه الوطنيه مطالبه تكون عندها وزاره الصحافه باش ما تبقاش كلمه عاوننا؟ لا هو هذا عاوننا، هذا عاوننا بالدارجه بالروح تبع هو اجتماعي، راه فيها عاوننا. انا كنقول لك استاذ باطار تنظيمي محكم في الحكومه. السؤال ديالي يكون مضبوط. اسمع لي، انا ملي استعملت كلمه عاوننا انا استعملتها بالتمغربيه البسيطه اللي تنعرفها انا كان حنان ريحاب. انا راه غير بنت بوركون، ما كلامي هو هذا، هو ولاد كلام ديال المغاربه والمغربيات. راه كاين في بعض المجالات لما تلقاش اللي يسمع ليك، حتى اللي يجلس معاك، حتى اللي يثق فيك، حتى اللي يحس بالصحفي بانه محتاج وبالصحفيه بانها محتاج على انه يتنظم الوضع القطاع ديالو بشكل اكثر وكل شيء. راه كاين، راه اليوم هاد الصحافه المكتوبه اللي تتشوف فيها هي غير صحافه ديال القطاع الخاص. راه الوضعيه ديال الصحفيين في القطاع الخاص، منهم الصحافه المكتوبه ومنهم ديال الاذاعات الخاصه، اذاعات ديال الاذاعات الخاصه، راه وضعيتهم كارثيه كاملين، وضعيتنا كارثيه، وضعيتنا تختلف عن صحافه المرفق العام سواء في لاماب ولا في لاسانيختي ولا في الدوزام ولا. ولكن راه من لم يشكر الناس لا يشكر الله. شي وزاره وسط تنظم القطاع كله. كاين قطاع الاتصال خدامين تيشتغل في بزاف المجالات. لا كاين قطاع الاتصال خدامين، هذوك اطر الاتصال بناو هذا مجال الاعلام في المغرب، اختلفنا معهم اتفقنا معهم، مرات كثيره كان بيناتنا مشاحنات، مرات كبيره بيناتنا توافقات. اليوم عندنا المجلس الوطني للصحافه، عندنا قوانين تتنظم المهنه، خصها تطور خصها دير، ولكن كاينه مؤسسات كاينين دي زانستونس، مهم انهم يستمروا ويكملوا خدمتهم ونطوروهم ونثقوا فيهم ونثقوا في العمل اللي تيقوموا به. المجلس الوطني للصحافه هذه البدايه ديالو، الماندا الاولى ديالو، رقم تجاري رقم ايجابيات. لاحظنا بعض السلبيات اللي مرتبطه بتطبيق القانون غير ذلك، غادي نتجاوزوها، ولكن عرفتي باش غيتقوى هذا القطاع بيا وبيك، بالتلاحم ديالنا، بالتضامن، باننا نعاونوا بعضياتنا، نقدموا اقتراحات في تعديل القانون، نضحيوا. عيطنا لك الوقفه احتجاجيه ضد مؤسسه ما تتخلصش الناس، خاصك تجي ترفع انت تكون معنا، يعني ماذا حق وراءه طالب، وغادي كل واحد غادي نعطيه حقه ونعطيه مناسبته. طبعا من الواجب الدولة انها تقوي الجانب الاجتماعي ديال العاملين والعاملات في هذا القطاع، ومن واجبها على انها تقدم المنح والمساعدات وكذا، ومن واجبنا اننا نحافظوا على هذا المكتسب، نطوروه ونسيروه ونوصلوا الخدمه الى المستفيدين والمستفيدات. استاذه حنان كنشكرك بزاف، غنيتي معايا النقاش في مجموعه من النقط اللي الراي العام ما تيعرفهاش، وكذلك الناس اللي في الميدان مشاهدينا الكرام. انخراط الجمعيه ان شاء الله. الجمعيه استاذه رحاب كتفتح الباب بطبيعه الحال، انه الجمعيه وتبقى القانون الحريه العامه هو اتفاق بين مجموعه اشخاص لصقل مواهبهم دون اي ربح مادي. استاذه حنان دارت بوادر لها تاريخ عريق في المجال، سواء في الاطار القانوني بحكم انها هي امراه ديال السياسه، كانت برلمانيه تدافع بشتى الطرق المشروعه والقانونيه في القانون لتفعيل ولمواكبة آخر مستجدات في الصحافة بطبيعة الحال، ثم الشق الاجتماعي والإنساني والبوادر الطيبة هي رفقة المكتب اللي معها من أجل ضخ دماء جديدة وإسعاد مجموعة من الصحفيين والصحفيات في المجال.
مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، مجموعة من النقط درجته معنا الأستاذة في إطار منهجية الاشتغال الجمعية، صراحة مهام صعبة والميزانية اللي كتشتغل بها على قد الحال، وهنا كتدل على حسن نية. 3000 منخرط، وهنا هاد الطريقة وهاد المنهجية طبقا القانون الأساسي للجمعية، الهدف الأسمى والأرقى هو ضخ دماء جديدة ومجموعة من الصحفيين المساعدة ديالهم، وكذلك الإسهام من أجل الاهتمام بالقطاع ديال الصحافة. نحن نتتبع مثل هذه المواضيع وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص موضوع الصحافة مع الأستاذة حنان الرحاب. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.